صفات شمشو الناس جيتكم بواحد وصفه سهله. واش لازمني؟ كاس فارينه كما قاعدين تشوفوا، زوج كيسان تاع دقيق رطب، ربع كاس زوج كيسان واحد، زوج كيسان تاع سميد رطب، ربع كاس تاع الزيت كما قاعدين تشوفوا، مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز، ومغرفه صغيره تاع خميره تاع حلويات الملح، مغرفه كبيره ونص تاع الملح، والماء الماء دافي من الروبيني عادي. واش حنديروا دوك؟ حنصاوبوا الوصفه هذه ساهله، مطلوع كسله عيطرو كيما بغيتو. اللي ما عندها حتى حاجه في الدار اليوم تقدر تخدم حاجه ساهله. طيبوه مزيان، طيبوه مليح باش تحسوا بالمذاق تاع الفاشكيري، ما تحرقوهش، طيبوه من المليح وصوبتوا الوصفه ديالكم. نخليكم تشوفوا راه كيف راني نصوبوا، كيفاه واش كيفاه ندير له، كيفاه نحط لاباش كيغي. تقدروا تحطوا حاجه خلاف، تقدروا تحطوا طماطم، تقدروا تصوبوه كيما المحاجب كيما بغيتوا، كل واحد يدير كيما يحب في خاطر واش كاين في الدار. انا درت الوصفه هذه غير باش العباد اللي ما عندهم حتى حاجه في الدار وما يقدروش، سهله ما كانش اكثر من سهله كيما الوصفه هذه. نخليكم تشوفوا الوصفه هذه وان شاء الله تعاودوها وان شاء الله تعجبكم. ديروا لي لايك كومونتير وبارطاج، ودير ان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء.